الفنانة فاتن فريد كانت تمتاز بحرصها الشديد في تعاملاتها مع الآخرين، فلم تكن تسمح بدخول أي شخص غريب بيتها. دي الفنانة فاتن فريد، معروفة طبعا. كل هذا الحرص جاء بعد مقتل الفنانة وداد حمدي على يد الريجيسير الخاص بها والذي طعنها بالسكين، إلا أنها لقيت نفس مصيرها. وإليكم التفاصيل المؤسفة. دي وداد حمدي الله يرحمها، اتقتلت برضو على يد ريجيسير، حيث لقيت المطربة فاتن فريد الشهيرة بأغنية نص كلامك كدب، عمرها 62 سنة، مصرعها على يد عامل بمحطة وقود يوم الخميس 15 فبراير 2007. جاء العامل يستغيث بزوجها صاحب محطة الوقود من أجل إعادته إلى العمل مرة أخرى بعد أن طرده. الزوج لم يكن موجودا بالمنزل. دارت مشادة كلامية بين المطربة والعامل. تطور الأمر، أمسك العامل بسكين وطعن به المجني عليها طعنتين قاتلتين بالبطن والصدر، الله يرحمها. وأمر ساعتها وكيل أول نيابة الحوادث بحبس العامل 26 سنة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجه له تهمة القتل العمد، لقيامه بقتل نبيلة عباس مرسي 62 سنة وشهرتها فاتن فريد داخل مسكنها بعمارات شركة القاهرة للإسكان بشارع المطبعة بمنطقة فيصل. قال المتهم في اعترافاته: لم أقصد قتل المطربة فاتن فريد، فهي كانت إنسانة طيبة ولها مواقف كثيرة معي وقفت من خلالها بجواري، يعني صاحبة فضل عليه. وأضاف: كنت أعمل عند زوج المطربة الحاج فتحي محمود حسين في محطة الوقود التي يمتلكها بشارع فيصل منذ 8 سنوات، اشتغل عنده 8 سنوات في الوسط زوج الفنانة يوم مقتلها. طبعا منهار، طبعا مش مصدق. أكمل المتهم: بعد حصولي على دبلوم الزراعة من بلدتنا ببني سويف ولم أتأخر عن خدمته في يوم من الأيام، حيث كنت أسعى لإرضائه لأنه والحق يقال وقف بجواري كثيرا ولم يخذلني في طلب. استطرد القاتل: منذ عام تقريبا تزوج الحاج فتحي من مطربة فاتن فريد، وكانت أول مرة أشاهدها فيها عندما أرسلني زوجها بطلبات لها، وأتذكر يومها أنني طلبت منها إهدائي شريطا من أعمالها، وفعلا أعطتني شريطها الشهير نص كلامك كدب، وبدأت أتردد عليها كل يوم لتوصيل الطلبات لها، وكانت سعادتي لا توصف عندما أسمع صوتها، فأنا من المعجبين بصوتها وأدائها. وأكد القاتل أنه منذ شهر قبل الحادثة حدثت بعض المشاكل في منزل أسرتي ببني سويف، مما جعلني أسافر وأنقطع عن العمل 4 أيام، وفوجئت بالحاج يستغني عن خدماتي، وقدمت له اعتذاري وأعادني للعمل مرة أخرى. ولم أمكث سوى أسبوع في البيت في العمل، تغيبت خلاله يوما واحدا وطردني مرة أخرى. توسلت إليه أن يعيدني لكنه أصم أذنيه وطردني. هي فاتن فريد. في يوم الحادث ذهبت إلى شقة صاحب العمل كي أستغيث له بإعادتي، حيث كنت أعتقد أنه في المنزل، وطرقت الباب ففتحت لي المطربة الباب، وقبل أن أفتح فمي انهالت علي بالشتائم وقامت بدفعي، حيث سقطت على الأرض فلمحت السكين على الترابيزة ولم أدر بنفسي إلا وأنا أطعنها في بطنها وصدرها. وعندما شاهدت الدماء تركتها وفررت هاربا، حيث طاردني الجيران محاولين الإمساك به. ونظرا لأنني أعرف مخارج ومداخل العمارة، فجريت ناحية المنور وتسلقت المواسير وظللت متسلقا على الماسورة حتى لمحني رئيس مباحث الهرم وأمسك بي، الله يرحمه. هويدا فوزي الراعي الابنة الكبرى للمطربة الراحلة قالت: حتى الآن لا أصدق ما حدث، رحت أسأل كل من حولي هل صحيح أن والدتي ماتت، ثم انهمرت في نوبة بكاء شديدة
وقالت: فاتن فريد لم تكن فقط أمي، ولكنها كانت صديقتي، فأنا أسكن بالعمارة المجاورة لها. وقبل مقتلها بدقائق كنت أتحدث إليها تليفونيا، واستمر الحوار بيننا قرابة ساعة، حيث تحدثنا في أمور الدين وبالتحديد عن فضل سورة ياسين. وراحت تحدثني عن الشريط الذي أنتجه لها زوجها الحالي، وأنها تنتظر نزوله للسوق حتى تعرف رد الجمهور، فهي كانت فنانة حتى النخاع. أنا ما عايزة تطلع ليلي. بعدها أغلقت السماعة حتى تصلي الظهر، ولم تمضي سوى لحظات حتى سمعت بالخبر المشؤوم، فجريت إلى شقتها ووجدتها ساقطة على الأرض وتمسك بطنها بيدها، وأخبرتني باسم القاتل، وبعدها راحت في غيبوبة وفارقت الحياة وهي في طريقها للمستشفى. وأشارت ابنة المطربة القتيلة: لي 4 شقيقات ونحن جميعا صديقات للمجني علاء. كانت أم حنونة. سمر الراعي برفقة أمها فاتن فريد. وعن مكان دفنها قالت: والدتي اشترت مدفنا بطريق الفيوم من نقابة الممثلين، وكانت وصيتها أن يتم دفنها فيه وربنا يرحمها، فهي كانت إنسانة طيبة وتعرف ربنا كويس. أما حفيدها شريف محمد طالب بالمعهد العالي للدراسات المتطورة بالعرب، كان يقف أمام شقة المطربة الراحلة ولا يعلم بأمر موت جدته. وقال: جدتي فاتن في المستشفى وأجريت لها العملية الجراحية وأصبحت بحالة جيدة، وإن شاء الله ستعود إلى منزلها. فرفضنا إخباره بالحقيقة وتركناه يعرفها لوحده. فاتن فريد مولودة 18 يونيو 1945، قتلت 15 فبراير 2007، مغنية وممثلة مصرية مولودة في القاهرة. تخرجت من معهد الموسيقى العربية القسم الحر في 1975، عملت في السينما ولمعت أولا كمغنية في سوريا ولبنان. ما إن تخرجت نبيلة عباس من معهد الموسيقى العربية عام 75 حتى قررت أن تغير اسمها لتصبح بعد ذلك فاتن فريد. وعلى أساس هذا بدأت أولى خطواتها الفنية، سواء كان في الأعمال الفنية السينمية مثل فيلم الرغبة والضياع وعاشق الروح ووحوش الميناء. أنا مع فريد شوقي. رشدي أباظة. وصراع الأقوياء وامرأة تدفع الثمن والجدعان الثلاثة ودنيا وعاشق الروح والعتبة جزاز منور. سلة أفلام كتير كانت مشهورة جدا. فاروق الفيشاوي أصيب بالسرطان مؤخرا. كان التألق الحقيقي لها من خلال قيامها بالغناء في لون جديد وهو اللون الشعبي، والذي تميزت فيه وكان لها تلك الشهرة والانتشار، حيث كانت أغنية اللي تعبنا سنين في هواه ونص كلامك كده وإن كنت ناسي وغدارين وفر دواك ووفر دواك ويانا يا هي وبتوصيني عينيك، جمعها شبه كبير بالفنانة وردة الجزائرية، حتى قررت فاتن أن يكون لها طابعها الخاص، وبالفعل استطاعت أن توجد لنفسها لونا يميزها. إيه رأيكم؟ في شبه كبير بينهم؟ شاركونا في التعليقات. هنشوف صور متفرقة ليها، ولو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد. وشاركونا برضو في التعليقات ايه صور متفرقة ليها. كانت جميلة بشبابها. سمر الراعي حط البوست له على اللي هي بنتها.